اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في 8 آذار من كل عام، يتم إحياؤه للدلالة على الاحترام العام وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاحتفال بهذه المناسبة جاء إثر اضطرابات نسائية حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1856، حين خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي كنا يجبرن على العمل تحتها، رغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المظاهرات، إلا أن المظاهرات نجحت في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية. في 8 آذار من عام 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك، لكنهن حملن هذه المرة قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها، واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار خبز وورود. طلبت المظاهرات هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع، وشكلت مظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بعد انضمام نساء من الطبقة الوسطى إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف. رفعنا شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب. تخصيص يوم 8 آذار كعيداً عالمياً للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طويلة من ذلك، لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى عام 1977، عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار 8 آذار، وتحول بالتالي إلى رمز لنضال المرأة لدورها وتميزها في مختلف المجالات.